لكل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في حوالي 11 قطاع زراعي، دلوقتي هنقدم لكم برنامج التنمية الزراعية، وهو برنامج تمويلي بيصل حجم تمويله للمشروع الواحد لغاية 16 مليون جنيه. اللي عايزين يفوزوا بهذا التمويل لازم يركزوا معانا في الدقائق اللي جاية، خليكم معانا. دايماً بنقول التمويل آخر حاجة ممكن تفكر فيها لتنفيذ مشروعك، المهم دراسة الجدوى، الخبرة في إدارة المشروع، آليات تسويق المنتج، يعني سوقك فين، لأن جهات التمويل كتيرة جداً وكلها جاهزة لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكمان المتناهية الصغر. الدليل لو عايز تمويل لمشروعك لغاية 16 مليون جنيه وفايدة ميسرة ومدة سداد بتوصل لغاية 5 سنين، ممكن تاخده كمان مرة واثنين وثلاثة وفي 11 قطاع، بداية من الزراعة ومرورا بمشروعات الانتاج الحيواني والداجني والسمكي وانتهاءا بالتصنيع الزراعي والغذائي وغيرها من القطاعات. يبقى ركز في كل كلمة هتتقال دلوقتي. بكلمكم عن برنامج التنمية الزراعية الـ ADB التمويلي للمشروعات التنموية المستدامة، وأهم مشروعاته اسمه ساسمي، الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، وبيتنفذ تحت مظلة وزارة الزراعة، وهدفه توفير التمويل اللازم للاستثمار والتشغيل في جميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بخلاف تطوير المشروعات القائمة، وكل ده بشروط ميسرة وفايدة بسيطة. وعلى فكرة كمان من القطاعات اللي بيمولها برنامج التنمية الزراعية الزراعة بجميع احتياجاتها ومشروعات الانتاج الحيواني والداجني والسمكي وتطوير الري والصرف ومدخلات الانتاج الزراعي، ده بخلاف مشروعات الممارسات الجيدة لمعاملات مع بعض الحصاد والتسويق الزراعي وإحياء البتلو والطاقة المتجددة ودعم الأطباء البيطريين بإقامة مشروعات خاصة بيهم. تعالوا في البداية نقابل الدكتور صبح النجار المدير التنفيذي لبرنامج التنمية الزراعية. أنا عايز حضرتك تعرفنا المشروع اللي عمره 20 سنة وصلنا لإيه فيه؟ الحقيقة إحنا لما بدأت عايز أقول ثورة التنمية الزراعية في مصر، حاولت وزارة الزراعة أنها تحصل على منح من الاتحاد الأوروبي، فإحنا بدأنا أول خط، أول منحة جت كان اسمها منحة إنماء قطاع الغذاء. ده اللي هو أنا أعتبره خط الائتمان الأول أو خط القروض الأول، وده بيوفر قروض ميسرة للإنتاج الحيواني والألبان. وفيما بعد بقى يدعم تسمين العجول البقري والجاموس. لما حصل نجاح كبير جدا لهذا المشروع والاتحاد الأوروبي أعجب بالنتائج اللي تم التوصل ليها، فوافق الوزارة الزراعة أن هو يمولها بمشروع آخر سمناه مشروع متعدد القطاعات. ده بيوفر التمويل قروض ميسرة لقطاع الدواجن بكل، وبعدين الأسماك، قطاع الأسماك، وبعدين قطاع البساتين وتطوير الري الحقلي. بعدين طيب احنا عندنا دلوقتي بينا نعمل بساتين ونعمل خضار ونعمل انتاج حيواني البان وكلام سمكي ودواجن وكل، بس احنا في قطاع، ثلاث قطاعات مهمه جدا ما جبنا لهمش تمويل. بدانا نتحرك وعملنا مقترح للحصول على تمويل جديد عشان يوفر مدخلات الانتاج الزراعي. وبعدين الحاجه الثانيه معاملات ما بعد الحصاد، والحاجه الثالثه التسويق الزراعي. ففعلا حصلنا على خط الائتمان التالي ده عشان يمول الثلاث قطاع دول. اصبح احنا عندنا تقريبا بنغطي الصوره كامله بتاع التنميه الزراعيه. دي حاجه. الحاجه الثالثه ان احنا بدانا نعاني نتيجه للسمعه بتاع البرنامج وبقى الطلب عليه كتير والى اخره، بدانا نعاني من قله الموارد الماليه. فكان لابد ان احنا نطلب تمويل تاني عشان نوفر تمويل يسد اللي بنسميها الحاجه المتزايده على الاقراض الزراعي. على فكرة الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي اللي بيمولوا مشروع ساسمي هدفهم دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي، وخصوصا في قطاع الألبان والإنتاج الحيواني والأسماك، من خلال تحسين سلاسل القيمة المضافة. وبيركز مشروع ساسمي على تيسير وصول أصحاب المشروعات للتمويل، وبيوفر قروض مع ضمان مخاطر الائتمان، وده بالتوازي مع رفع كفاءة العاملين في المؤسسات المالية. لما جينا نسعى بقى فطلبنا منحة، أو كان فيه شبه منحة شبه قرابة تبقى متاحة لنا، اللي بتاعت الاتحاد الأوروبي 22 مليون يورو. وكان الفرنسية التنمية قالت لا، ده أنا لازم أجي وأشاركه في العملية دي كلها.
نظير كده قدمت 30 مليون يورو قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية، ده إن شاء الله يتم سداده في يونيو 2030. وعندنا 22 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، دول خدناهم شغلنا بيهم خط ائتمان، أصبح ده خط ائتمان سيسمي. قد بقى حضرتك، طيب خط ائتمان سيسمي ده ملوش شروط معينة، ده بيغطي كل الأنشطة. خلي بالكم، صحيح برنامج التنمية الزراعية بيمول 11 قطاع، لكن من حق مجلس أمناء المشروع برئاسة وزير الزراعة عمل استثناء لتمويل نشاط أو قطاع بعينه وبصورة مؤقتة زي النحالين أو مشروعات إنتاج الطحالب، ده على سبيل المثال. أنا كمزارع أستفيد إزاي من القرض ده وأتقدم لمين؟ إحنا كإدارة البرنامج فين مقرنا بالظبط؟ مقرنا احنا كان طبعا مقرنا قبل كده في حاجه اسمها السبات الزراعيه خلف وزاره الزراعه. دلوقتي احنا اتنقلنا لينا مدينا مكتب معقول يعني في مركز البحوث الزراعيه. الورق اللي مطلوب مني وانا جاي لمركز البحوث الزراعيه عشان اقدم البرنامج، هقول لسيادتك بيروح يخش على فرع البنك، انا عندي مشروع مثلا مزرعه دواجن وعايز اخد تمويل برنامج التنميه الزراعيه، يوم يعني ما بجيش عندكم في البرنامج، ما بيجيش المركز، لا يا فندم، انا بروح على البنك على اللي قريب مني جنب بيته. متعاقدين مع كام جنب بنك؟ بيته. كام بنك يا دكتور؟ 14 بنك بكل فروعهم. بفروعهم يعني ادخل اداره الائتمان اقول له انا عايز اخد قرض من مشروع التنميه او برنامج التنميه الزراعيه. تمام، خدت بال حضرتك؟ بيقعد بالمقترح بتاعه مع مسؤول الائتمان في البنك، انا عايز اعمل مزرعه دواجن، طب انت طب ايه الضمانات اللي عندك، طب تعمل ايه، طب انت عندك خبره في انتاج الدواجن قبل كده، طب الكلام ده كله لما يتفقوا بيروحوا عن احنا عندنا عاملين استماره حوالي 4 صفحات. الاستماره دي فيها تعريف بالعميل، مين هو العميل وتليفونه وساكن فين والمكان المزرعه بتاعته في ناحيته، وبعدين المسؤول الائتمان اللي عمل معاه الفحص دي افراد او شركات صح كده، وجمعيات تعاونيه، وجمعيات تعاونيه خدت بال حضرتك، وبعدين قيمه القرض والقرض دي هيتاخد على كم دفعه او هيتسدد على كم قسط، سميه البريك داون بتاع المده الاقصى قد ايه يا دكتور؟ احنا بندي قروض من سنه الى 5 سنوات. شرائح تمويل مشروعات التنميه الزراعيه في 11 قطاع زي ما قلنا، وبحد اقصى 16 مليون جنيه، لكن ملهاش علاقه بنوع النشاط في حجم التمويل او فايدته، لكن حسب عدد السنين. مثلا لو التمويل على سنه بتبقى الفايده 7%، ومن سنتين لثلاثه 8%، اما 5 سنين فبتكون الفايده 9%. هل في حالات تعثر من الناس اللي ساعدناها؟ لغايه دلوقتي ما فيش تعثر خالص على مدى السنوات الماضيه كلها، ودي من علامات اللي بتخلينا كده في الدعم. خد بالك افتخر بالمشروع، بس في احنا عندنا حوالي 5 حالات حصل تاخير في السداد. حصل تاخير في السداد وتم السداد بعد كده. تمام، هايل. العميل راح البنك او فرع البنك وكتب بقى مال الاستماره. تمام. دي ان انا عايز تمويل مثلا الدواجن والكلام ده كله بتاع دي، البنك بيمضي والعميل يمضي ويختموه ويبعتوه عندنا في السي اي بي. تمام. السي اي بي في قسم بيقوم بمراجعه الاستماره دي، بيراجعها من الناحيه الماليه والمبالغ اللي معموله دي صح ولا مش صح، وبعدين يبعتها بجواب رسمي لينا احنا. احنا بقى بنبعتها الزملاء في المتابعه الميدانيه، بيطلع احنا عندنا حوالي 28 متابع ميداني في كل التخصصات. كل التخصصات بيطلع المعنيين بالزياره الميدانيه ياخدوا الورق ده ويتصلوا بالعميل يكلموه ويتفقوا معاه على ميعاد ويروحوا يقعدوا معاه ويراجعوا معاه، يعمل اللي احنا بنسميه الايه التقييم الفني والبيئي. طبعا ده عمليه فنيه وعلميه بحته بنعملها، وبعدين كل شهر بنجمع كل الطلبات دي كلها بعد ما اتعمل لها التقييم ده كله وتعرض على مجلس الامناء. لا، عندنا لجنه اسمها اللجنه الفنيه. اللجنه الفنيه دي بتضم عمداء كليات الزراعه ومن الري في الهندسه والكبار اساتذه متخصصين كبار، بيراجعوا العمليات دي كلها، لو في اي لهم اي ملحوظه بيراجعوها وبيصلحوها، وبعدين اللجنه دي بقى بتعمل توصيات. توصيات من فضلكم اقبلوا، من فضلكم ارفضوا الطلب ده. التوصيات دي كلها انا باخدها مع السي اي بي، وبنجهز الاجتماع مجلس الامناء برئاسه معالي السيد الوزير، والاجتماع ده على فكره لازم يكون الكل موجود فيه، وبيتم عرض حاله بحاله. الاجراءات دي كلها بتاخد وقت يعني شهر، شهر ونص اكون مستلم قرض بتاعي لو انا سليم. تمام. لجدعان مشروع 1.5 مليون فدان وغيرهم من المغامرين في الصحراء، برنامج التنمية الزراعية بالمناسبة بيمول حفر وصيانة الأبار ومحطات الطاقة الشمسية وتطوير الري وشراء الطولمبات والمعدات الزراعية، وكمان إنشاء ورش صيانة وإصلاح المعدات الزراعية وتمويل كل عمليات ما بعد الحصاد للمحاصيل والتسويق الزراعي. تعالوا نقابل الدكتور محمد أبو قوطة
مسؤول المتابعة والتقييم في برنامج التنمية الزراعية. أنا بالنسبة لي التقييم والمتابعة والإرشاد لكل مزارع أهم من أن أقرضه، لأن أنا بعلمه إزاي يسد القرض ده من خلال أحسن إنتاجية. أنا عايز أعرف إزاي بنقدم الخدمات دي للمزارع، نحتاج للإرشاد. تحقيق الأمن الغذائي دي رقم واحد، ورقم اتنين إن أنا النهاردة برفع الكفاءة الإنتاجية بالنسبة للمحاصيل المنزرعة بأقل التكاليف مع ترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات اللي هي تعتبر دلوقتي حاليا عائق في الواجهة الخارجية أو واجهة التصدير بتاعة المنتجات الزراعية مؤخرا. خلينا نتكلم على تطوير الري الحقل النهاردة. تطوير الري الحقل حقق الكفاءة الإنتاجية والجودة الإنتاجية بالنسبة للمحاصيل الحقلية، وكان على رأسها في 2014 و2015. النهاردة فتحنا سوق جديد للعنب أو للمحاصيلات الزراعية بشكل عام، ان احنا نفتح سوق مع الصين، اضافة الى العوامل التربة الصحية، ودية اللي بترجع لي رفع الكفاءة الانتاجية بالنسبة للمحاصيل المنزرعة، اضافة الى ان انا بحافظ على استدامة عطاء التربة للمزارع. في معلومة مهمة لازم تعرفوا، ان قروض برنامج التنمية الزراعية متاحة للافراد سواء مزارعين او مربين او مصنعين زراعيين، وكمان شركات الزراعة والتصنيع الزراعي والصناعات المغذية والمستثمرين الزراعيين وجمعيات رجال الأعمال والجمعيات التعاونية الزراعية، ده بالإضافة لجمعيات تنمية المجتمعات المحلية. الناس بقى بتسمع الكلام ده، الناس يا فندم لازم أول حاجة من عملية المتابعة الميدانية إن أنا أعمل عملية تقييم فني للمشروع قبل إعطاء القرض أو قبل إعطاء التمويل المالي، بهدف أشوف أول حاجة ما جاء أعمل مقارنة مما قبل التمويل وبعد التمويل مع الدعم الفني اللي أنا بديهوله. أي مشكلة بتقف قدامه منها، عاوز أسمدة، عاوز مبيدات، عاوز تطوير راي، عاوز أيا كان مدخلات الإنتاج أو أي حاجة من الحاجات دي كلها، ببدأ البرنامج التنمية الزراعية يقدمها له بشكل صحي وبشكل عملي بناء على أبحاث موجودة وبدون مقابل. الجدعان اللي عايزين يدخلوا في قطاع الانتاج الحيواني لازم يعرفوا ان برنامج التنمية الزراعية بيمول شراء الابقار والجاموس، الحلاب ومحطات الحلب الآلي وعجول الابقار والجاموس بغرض التسمين، وآلات ومعدات المزارع ومصانع الألبان ومراكز تجميع الألبان، ده بخلاف معدات حفظ وتصنيع السلاج ومصانع الأعلاف للثروة الحيوانية. تعالوا نقابل الدكتور مصطفى النحراوي مدير المتابعة الميدانية في برنامج التنمية الزراعية. مشروعات زي اللي احنا فيها بالحجم ده ونمولها ده شيء عظيم جدا، ولكن طبعاً هسألك برضو على صغار المزارعين اللي عايز يعمل انتاج حيواني، عايز يعمل تسمين، عايز يعمل ألبان أو حتى مشروعات تصنيع ألبان. تمام. الناس دي امتى يلجأ للتنمية الزراعية للحصول على التمويل؟ مبدئيا احنا بنهتم بصغار المربيين. ليه بصغار المربيين؟ صغار المربيين يعتبر هو الأساس والركيزة في دعم الانتاج الحيواني في مصر. تمام. بس مشكلة صغار المربيين هو إن هو مش ملم بالبزنس أو بالعمل في مجال الإنتاج الحيواني بشكل اقتصادي. إحنا بنحاول إن إحنا ندعم الناس دي ونديهم الشكل الصحيح والشكل الحقيقي للبزنس، الحوافز اللي تخليه يستقر في مكانه. إزاي إن أنا خليه يستقر ويعرف يعني إيه مشروع إنتاج حيواني؟ على سبيل المثال، النهاردة لما تيجي تقول للفلاح أنت عندك 10 روس، إزاي إن أنت تقدر تاخد قرض من عندنا؟ تروح تقدم للبنك، وبعدين بتنزل لك لجنه من الفريق المتابعه الميدانيه بتبقى مكونه من 2 من الدكاتره في التخصص بتاعك، سواء دواجن او اسماك او ابقار او تسمين. بينزل الدكتور بيبص بمنظر بشكل عام على المشروع بتاعك، بيشوف المشروع بتاعك هل ده مشروع حقيقي ولا انت راجل مجرد بس عايز تاخد القرض بشكل من الاشكال عشان تستفيد فيه باي شكل من الاشكال. يعني بتقول انا مثلا عندي مبنى، انا هجيب الاثنين دكاتره اقول لهم انا هجيب بقر في المكان ده، فيبتدي الدكتور يتناقش معاك يقول لك ايه، يقول لك طب انت النهارده عارف سعر الدوره بكام، طب مصدر السلاج بتاعك اللي انت هتجيبه انت هتاكل سلاج ولا مش هتاكل سلاج، طب انا مش هاكل سلاج في اللبن، طب بقى دلوقتي يعني الموضوع مش سهل، الموضوع مش ايزي انك تاخد الكارد. لا مش سهل، هو سهل الجاد اللي هو مستثمر، اللي هو المستثمرين الجادين حتى. تمام. لو كان صغير. طيب انا ما بعرفش اعمل التركيبه بتاعت العلف، ورينا كده التركيبه بتاعتك الكيلو واقف فيها بكام، هو مش عارف دي مشكله، لكن هو عارف والتكلفة بتاعته غالية، لا احنا ممكن نساعدك ان احنا نقول لك قلل في كذا. يعني مثلا على سبيل المثال، الفلاح عنده اعتقاد ان الردة شيء اساسي في عملية العلف، اما سعره يبقى اغلى من سعر الذرة، لا الذرة احسن منه. على فكرة برنامج التنمية الزراعية بيمول بقوة مشروعات الانتاج الداجني، ومنها انشاء وتطوير مزارع الدواجن، جدود، امهات، تسمين، بياض، وكمان تمويل مصروفات تشغيلها وإنشاء المجازر ومزارع البط والأرانب والنعام، وتحويل محلات بيع الطيور الحية لبيع المبرد والمجمد، وتصنيع مواد التغليف
والتعبئة للدواجن والبيض وإنشاء مصانع العلف وغيرها. يعني يا دكتور اللي أنا عايز أعرفه، أنا دلوقتي لما أكون بعمل مشروع إنتاج حيواني سواء تسمين أو ألبان وتقدم لبرنامج التنمية الزراعية، أنت اللي ممكن تقولي لا خد أكتر من الفلوس دي، أنا ممكن أقول لك خد أكتر من الفلوس أو بعد إذنك نخليها أقل من كده لما نكبر أكتر من كده وأديك زيادة، وأقول له أنت تستاهل، يعني توجهني بشكل سليم طبعاً. وأنا دايما واقف جنبه، يعني إحنا نادر ما بنرفض العميل إلا لما العميل بيبقى مصمم إن هو يرفض نفسه. يعني أنا بروح أقول له لو عندك مش عندك ما انتش عارف تعمل تركيبه العلف كلمني وانا اعملها لك. لو انت مش عارف توصل للدعم الفني يا دكتور اللي احنا عايزينه، ايوه ده الدعم الفني اللي احنا بننزله، احنا بنحاول ان احنا نوجد الصوره الكامله اللي تقبلها بعد كده اللجنه الفنيه. تعالوا بقى نقابل المهندس عبد الفتاح صبحي، وهو مستثمر زراعي في قطاع الالبان، واستفاد من مشروع سسمي التابع لبرنامج التنميه الزراعيه والممول من الوكاله الفرنسيه للتنميه والاتحاد الاوروبي بهدف تطوير مزارع الالبان، وكان هدفه من الحصول على التمويل تطوير مزارع الألبان اللي بيمتلكها وفيها 6000 راس هولشتاين أمريكي، منها 3000 راس منتجة للألبان. كيف يمكن أن نستفيد من هذه البرامج التمويلية للقطاع الزراعي؟ دي البرامج دي مهمة جدا في الدعم، مهمة جدا في تكلفة التمويل نفسها، وطبعا بيعتبر جزء. يعني ما تتكلم في مثلا شركة كبيرة زي دي أقصى حاجة 8 مليون جنيه، انا بقى شراكه من النهارده بعد التغيرات اللي حصلت دي في قيمه العمله والكلام ده كله. صحيح. فلازم الكلام ده يتطور يبقى يشوف احتياجات من معدات من تمويل مباشر، وده حصل حقيقه. البرنامج بقى لنا يمكن من 95 واحنا بنتعامل معانا في البرنامج ده، برنامج يعني فعلا ما ننساش دوره ابدا. يعني حضرتك بتخلص تاخد تاني كارد، بالظبط تاخد كارد. احنا كجمعيه انبا الجمعيه المسؤوله عن المزارع، مزارع الالبان النظاميه، ليه ما نفكرش نعمل مصنع لتجفيف الالبان؟ هيكلفنا كام؟ بص من ام الله يبارك في عمره ويدينا ويدوز له الصحه الدكتور حسين سليمان، انت تعرفه طبعا. طبعا من افضل الناس اللي مسكت هذا القطاع اكيد، والناس اللي بعدين لا ننكر دورهم، لكن هو كان اكتف قوي في الكلام ده كله، واتعمل حظر على السراد اللبن باودر في فتره من فترات ال 2000 ده اجراء مش مطلوب عشان في صناعات بتعتمد على اللبن ماشي اوكي، ولكن لبننا احنا ننقذه ازاي؟ لما اتعمل حج اتعمل غرامات على اللبن، واتفقنا ان المبالغ دي تخش في عمل مصنع في الفتره اللي فيها فائض لبن، واتفقنا فعلا اكتر مره ان احنا المبالغ دي تطلع وتفعل وتتعمل. ايه المعوض؟ كان شايل المصنع يعني؟ ما فيش معوض. احنا انا لو عايزين ارض نديهم ارض، عايزين اي حاجه احنا نقدر نقدم اللي نقدر نقدمه كمستثمرين. برنامج التنميه الزراعيه على فكره مهتم بشده بتمويل مشروعات الاسماك وبيمول تطوير المزارع بغرض تكثيف الانتاج السمكي وشراء الاعلاف وتطوير نظم معاملات ما بعد حصاد الاسماك والتصنيع السمكي وانشاء المفرخات السمكيه، ده بخلاف مصانع التلج وورش تصنيع وصيانه سفن الصيد ومستلزمات الصيد البحري وتحديث محلات البيع بالتجزئة للأسماك. في ظل الأزمة دي برضو عايز أعرف بتتعامل إزاي دلوقتي؟ أنت أنتجت لبن، أنت مصنع يومي. نعم. بتنتج لبن. أيوة. مفروض أن حد يستلمه منك، بتتعامل إزاي لو مصنع ده لو مصنع واحد رفض الاستلام؟ أيوة. أنت بتقع في مشكلة. تنوعنا لأكثر من مصدر لتصريف لبن ده مخلينا إلى حد ما مسرحين، يعني اللبن بيتسلم، لكن برضك في بعض الاوقات بيبقى عندنا ازمه. بيبقى عندنا لبن امبارح احنا عندنا لبن يقعد في التنكات التبريد بثلاث ايام ما يجراش حاجه، لان انت وصلت اللبن لدرجه حراره 400 وبيبقى عندك شلل، عندك تنكات تبريد لو قعدت ثلاث ايام عندك في المزرعه ما يجراش حاجه. فدي نقطه برضك، جوده اللبن وجوده النظافه وجوده الانتاج، فده مهم جدا جدا بالنسبه للمزارع وتطويرها، برضك توفير المعدات التبريد للمزارع الصغيره، وده حاجه مطلوبه للنمو. يعني التمويل اللي بيقدمه برنامج التنميه الزراعيه في حرص شديد جدا انه يبقى في سرعه في اجراءاته، يعني مثلا المده من تسليم الطلب لواحد من ال 14 بنك اللي تابعين للمشروع لغايه الحصول على كل موافقاته، وعلى قمتها موافقه مجلس امناء المشروع اللي بيرأسه وزير الزراعه، يدوبك شهرين كأقصى حد. يلا شد حيلك، من عارف يمكن خلال شهرين تبقى واحد من اللي استفادوا بالتمويل. تشاهدون بعد الفاصل. فريق الجدعان يرصد قصة نجاح السيدة شيماء جابر في تأسيس مزرعة إنتاج حيواني بقلب مزارع منطقة الخطبة، وتأسيس شركة لتوريد السلع الغذائية لكبرى الشركات والجهات الحكومية، حيث بدأت رحلتها بمبلغ مالي لا يتجاوز 50 جنيها، واليوم تجاوزت استثماراتها 5 ملايين جنيه.